لشط العرب. الناس اللي تشوفونهم الآن في الشط هذولا ما عندهم تذكرة، بس خلاص تذاكر فل، سواء مباراة عمان أو مباراة العراق كلها فل. والحين تعالوا بنروح نشوف الجماعة بالشط. ها؟ جبت المالح ولا لا؟ جايبين المالح موجود. بس أنت إيش توقعاتك اليوم؟ متوقع والله إن شاء الله يكون منتخبنا للنهائي. يا رب. نتمنى الخير للجميع. يا رب إن شاء الله. أيا كان. وشكرا لحضورك. وشكرا لمؤازرتك للمنتخب. لا تشكرني، هذا واجب. الله. هذا واجبي. الله يحفظك يا رب. أنت ناسي. التقينا في الكويت. وكنت حاضر. حاضر. الله عليك. الملعب وبستني راسي. يا بعد عمري والحين غيرها. الله يعزك. الله يعزك. الله يعزك. بأهل العراق وأهل البصرة. أهلا فيكم. توقعاتكم اليوم بين عمان والبحرين. ان شاء الله يا ربي الفوز لعمان. يا رب ان شاء الله. عمان الخير، عمان العطاء. الله. عمان الصلالة اللي فيها الخضار والجمال والطبيعة الخلابة. الله يسعدك. زرتي عمان قبل؟ لا والله انا ما زار عمان قبل، بس يعني يعجبني ازورها لان سامع عن صلالة وشايفتها بالموبايل، فشي حلو وانتم ناس طيبين. الله يسعدك وانتم كذلك، واحنا نرحب فيكم ان شاء الله بعمان وبمحافظة الظفار باذن الله وصلالة. الله. جينا من بغداد للبصرة. الله. حتى نشجع الفريق العماني. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم انت وابنائك واختك يمكن. ابو جعفر المنصور. والنعم. الله يسلمكم. عليكم السلام. شلونكم؟ الحمد لله. بتروحون اي مباراة اليوم؟ والله ما حالفكم الحظ. لا ما نقدر نروح. يعني ازدحام وجهل ولا ما نقدر. زين. توقعكم مباراة عمان والبحرين؟ ان شاء الله العماني. يا رب ان شاء الله. دعواتك لهم. ان شاء الله. يا رب يا رب. الله يحفظكم. الله يحفظكم يا رب. السلام عليك عمي، كيف حالك؟ عمان والبحرين من يفوز؟ عمان. يا الله حبيبي. أنا حبيبي كيف صحتك؟ تعال. عمان والبحرين من يفوز؟ حبيب قلبي. السلام عليك شيخ. عليكم السلام. عمان البحرين انطباعك؟ من يصعد للنهائي؟ ان شاء الله. ان شاء الله البحرين. ان شاء الله البحرين. شكرا شيخ. شكرا شيخ. الله. هذا العراقي حيو، وهذا العراقي حيو، وانا العماني حيو، وانا العماني حيو. مساء الخير. عمان البحرين توقعك؟ عمان. النتيجة 2-1. شكرا. عمان البحرين من يفوز؟ عمان. شكرا. ها ايش عندك؟ عندي قهوة. قبل لا اشرب القهوة، من يفوز عمان ولا البحرين؟ ها عمان. صب القهوة، صب القهوة. وين اخوك؟ حيا والله. الله 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 الله. السلام عليكم. اسمك؟ عبدالله. ما اسمعك. اسمك؟ عبدالله. من بيفوز اليوم، عمان ولا البحرين؟ افا افا. من قال لك ابوك؟ عمان والبحرين. اقول لك لحظه، اقول لك اخذ على جنب يمكن يغير رايه. اخذ شوي على جنب برجع لك. يلا ورجعنا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا هذا الطفل. اسمك؟ عبد الله. من بيفوز عمان والبحرين؟ عمان. من خبرك؟ ابوي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.